السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا السبب لن تترك القرآن أبدا بعد اليوم. رجل تجاوز من العمر 100 عام، عنده 107 سنة بالضبط. أحفاده بيحكوا عنه إن هو كلما نظر إليه وجدوه مصاحبا كتاب الله عز وجل، المصحف قدامه على الحامل الخشب، وليل ونهار قاعد، طالما هو مش نايم، طول ما هو صاحي عمال يقرأ في كتاب الله عز وجل. بيختم القرآن يا حبايبي كل قد إيه؟ بيختم القرآن كل 5 أيام، يعني بيقرأ في يوم قد إيه؟ 6 أجزاء بفضل الله سبحانه وتعالى، متفرقين، يوم الصبح يقرأ جزء، مع كل صلاة بيقرأ جزء، وفي النهاية في قيام الليل وبيصلي وهو قاعد بيقرأ جزء، يبقى 6 أجزاء في اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بيختم القرآن كل 5 أيام. قل لي بالله عليك أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة وابنتي الغالية، بالله عليكم ما عذركم حينما تهجرون كتاب الله عز وجل؟ ايه اللي يعني هيفرق معاكم ايه لما تمسكوا القرآن كل يوم ولو ساعة من 24 ساعة تقرأوا فيها جزئين او 3؟ فضل الله سبحانه وتعالى، القرآن منهج حياة، القرآن يعني، وإلا فالنبي عليه السلام إذا هجرنا القرآن سيشكونا إلى الله عز وجل يوم القيامة. قال جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بالله عليك انا عن نفسي مرضاش ليكم ورب الكعبه، مرضاش ان النبي يجي يوم القيامه يشاور عليك ويقول يا رب فلان الفلاني هجر كتابك يا رب، فلان الفلانيه هجرت كتابك يا رب العالمين. اذكر كنت في يوم من الايام كنت بدي دروس في الجائزه الدوليه للقران الكريم في دبي، وبعدين واحنا هناك فبتكلم بقول يعني ان الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه، وهذا اثر صحيح كالشمس، الإمام الشافعي لما كان يجي رمضان كما قال يعني الإمام الزهري إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. فالإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة كان بيختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة. كم يا شيخ محمود؟ والله العظيم 60 مرة. كان بيختم مرة بالليل ومرة بالنهار، كان مفرغ وقته كله للقرآن. طب انت احنا النهاردة يا شيخ محمود بنشتغل والله عذركم تماما، ربنا يبارك فيكم، انا لا بقول تختموا 60 ولا بقول 30 ولا حتى بقول يعني ولا بقول 20، حتى نختم 10 مرات. 10 مرات بفضل الله نقدر نقرأ في اليوم في رمضان مثلا 10 أجزاء. ازاي نقرأهم؟ جزء قبل الصلاة وجزء بعد الصلاة، بس كده، لن تشعر بأي تعب ولا أي كلل ولا أي ملل. لكن في الأيام العادية يعني حاول وحاولي إن أنتوا تقروا كل يوم على الأقل بالله عليكم جزئين، مش هياخدوا معاكم أي وقت، بفضل الله سبحانه وتعالى. لو قرأنا مع كل صلاة 4 صفحات هنقرأ في اليوم جزء، طب لو قرأنا 8 صفحات فقط هياخدوا معاكم 8 دقايق او 10 دقايق، بفضل الله سبحانه وتعالى هتقرأوا جزئين قرآن كل يوم. والقرآن كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، أي في الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. بالله عليكم نتواعد فيما بيننا نقرأ كل يوم على الأقل جزئين من القرآن، وإن شاء الله ربنا يرفع قدرنا ودرجاتنا في الجنة بالقرآن، وقبل ذلك برحمة الواحد الديان سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.